بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، مساء الخير. الحقيقة أغناني كثيرا من الأخ محمد عن الحديث في بعض المسائل النظرية، لأن يعني هو موضوع الدولة المدنية كمصطلح، يعني مصطلح خلينا نقول حديث، لأن كان السائد هو الدولة الديمقراطية أو الدولة العلمانية، ويعني تنطبق أيضا الملكيات الدستورية، لكن مصطلح الدولة المدنية يعني مؤخرا بدأ بعض الكتاب والشخص يشيرون إليه، الصحافة أصبحت تداولة، وخاصة بعد فترة الربيع العربي. أنا بحاول أن يعني خلينا نقول لا ألقي محاضرة، بس أحاول يعني إعطاء بعض المقدمات لإثارة نوع من النقاش لمزيد من البحث في معنى ومفهوم الدولة المدنية. الدولة في حد ذاتها يعني في تعريفات مختلفة لها، لكنها تتفق أغلبها سواء من شراح القانون أو فقهاء القانون الدستوري أو من علماء الاجتماع بأن هي الدولة هي عبارة عن جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار إقليما جغرافيا معينا، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية، أو أنها مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين وتخضع لسلطة عامة منظمة، وبالتالي البدو الرحل مع شيخ القبيلة إذا يتنقلون ومثابتين على منطقة لا يمكن أن يشكلون دولة حتى لو وجدت سلطة إلى صاحب القبيلة. يعني مثلا موضوع السلطة الفلسطينية، هل هي يعني تتوفر فيها سمات الدولة ومؤشرات الدولة أو لا، فيها نقاش. أيضا في البعض يضع في التعاريف أو في التعريف مسألة أن تتمتع الدولة بالسيادة، فيرد عليه يعني شراح آخرون بأن السيادة مسألة يعني لها علاقة بالمجتمع الدولي ولا تؤثر على جوهر أو طبيعة الدولة. فإذا نلاحظ أن من التعريفات المختلفة أن في عناصر ثلاثة للدولة، هو شعب أو مجموعة من الأفراد، الإقليم وهو المساحة الجغرافية اللي تسيطر عليها السلطة، السلطة هي العنصر الثالث أو الحكومة. طبعا مو مهم، أن المهم أن يكون مجموعة من الأفراد تربطهم رابطة عيش مشترك على الأرض، ما يوجد حد أدنى لعدد السكان أو عدد الأفراد ولا يوجد حد أقصى، بس ما في شك أن كثرة عدد السكان وكبر المساحة تشكل معيار مهم في يعني علو شأن أي دولة أمام الدول الأخرى أو انتظامها في المجتمع الدولي. الفرق يعني في المنطقة العربية أن هناك فرق بين الدولة والأمة، في بعض الدول الدولة هي الأمة، بينما في الدول العربية لأن في أمة عربية من المحيط إلى الخليج لكن في 22 دولة، وبالتالي الدولة ليست دولة قومية ولكنها دولة وطنية أو دولة قطرية. نفس الشيء فيما يتعلق بالمساحة أيضا، يعني في دول صغيرة وفي دول كبيرة الحجم في شسمه. السلطة أنا بتقديري أنها من أكثر عناصر الدولة أهمية، من حيث أنها أصبحت هي التي تمثل مجموعة السكان وتمثل الدولة في الخارج أو في التعامل مع الغير، وأيضا هي التي تحقق معايير داخل المجتمع وترتب موضوع إدارته. دائما في الفقه السياسي والدستوري أن أي حكومة أي سلطة تستمد شرعيتها من مدى قبول الشعب بها ورضاه، فإذا انتفى الرضا عنها والقبول بها أصبحت
حكومة أو سلطة فعلية وليست شرعية مهما فرضت سطوتها على المحكومين. هذا العنصر مثل ما قلت لكم استحوذ على أهمية كبرى، وأصبحت الدولة تبعا للسلطة توصف بأنها ديمقراطية أو غير ديمقراطية، أنها دولة يعني استبدادية أو دولة نظام الحكم فيها شمولي ولا ديمقراطي. استنادا شعوب ما تتغير، لكن استنادا إلى قوة السلطة وأثرها في اسمها. طبعا السلطة هي التي تمتلك قوة القمع والردع ومحاسبة من يتعدى على حقوق الآخرين، وتطورت طبعا مع التجربة التاريخية اللي عاشتها البشرية إلى أن وصلنا إلى الأشكال الديمقراطية المتعددة أو في أوروبا بل وفي العالم بشكل عام. وأصبح هناك تأثير متبادل بين الدول اللي تطورت فيها الديمقراطيات وما يسمى بالديمقراطيات العريقة والديمقراطيات الناشئة في يعني المنطقة بلدان العالم الثالث. لفت انتباهي وأنا أقرأ في التعاريف وفهم طبيعة الدولة، لفت انتباهي يعني حصولي على شيء يتعلق بموقف الماركسية من الدولة. في إنجلز في أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة يقول بأن الدولة ليست بحال سلطة مفروضة على المجتمع من خارجه، كما أنها ليست كذلك تجسيدا للفكرة الأخلاقية وصورة وحقيقة العقل الجمعي كما يعتقد هيجل. الدولة هي نتاج للمجتمع عند درجة معينة من تطوره. الدولة هي اعتراف بأن هذا المجتمع قد تورط في تناقض مع ذاته غير قابل للحل، وأنه قد تصدع إلى تناقضات لا يمكن التوفيق بينها ولا طاقة له بالخلاص منها. ولكي لا تقوم هذه التناقضات بين هذه الطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتصارعة باستهلاك نفسها والمجتمع في صراع ونضال عقيم، أصبح من الضروري قيام سلطة تقف في الظاهر فوق المجتمع، سلطة تهدئ الصراع وتبقيه في حدود النظام. وهذه السلطة المنبثقة عن المجتمع والتي تضع نفسها فوقه وتقترب عنه أكثر فأكثر هي الدولة. فتعريف الدولة أنها هي الدولة الناتجة عن صراعات طبقية في داخل المجتمع، ما تلجأ الطبقات الأقوى إلى اتخاذ جعل نفسها طبقات وأنها عامل تهدئة للصراع الطبقي. وحقيقة أن يعني هذا التعريف ربما كان في فترة في أيام معينة ومرتبط بالثورة اللي بشر بها ماركس وإنجلز في أوروبا تحديد، وربما أصبح الآن القليل من الناس يتحدث عن مثل هذا. يمكن هذا يفسر شكل من أشكال تكون الدول، لأن طلعت في كثير من التفسيرات من بينها مثلا مسألة الحق الإلهي، وأن الحاكم في أيام الفراعنة كان الحاكم الفرعون هو الإله، ثم مع التوحيد مع الديانات التوحيدية تحول الملك إلى أنه يمارس سلطته يعني بحق إلهي غير مباشر، باعتبار أن الله هو الذي يقدر الأمور ويسير الأمور، ويصبح الحاكم هو ممثل غير مباشر للآلهة لله سبحانه وتعالى. بغض النظر عن يعني مفاهيم وتفسير نشوء الدولة وش اسمه، ننتقل إلى أن الدولة المدنية، وسواء كان هذا المصطلح قديم ويقصدون به الدولة الديمقراطية أو الدولة العلمانية
كما ظهرت في أوروبا، يعني هل الدولة المدنية مضادة للدولة الدينية أو العسكرية، أو أنها هي ذاتها الدولة العلمانية؟ في كثير في استخدام ل يعني ليس بدعة من جمعية العمل أن يعني تساهم في التنظير إلى موضوع الدولة المدنية، وإنما يعني محاولة أيضا للاستفادة من المنتج البشري الحضاري العالمي فيما يتعلق بمحاولة إسقاطه على الوضع السياسي في البحرين، لأن احنا يعني خلينا نقول يعني هذه الوثيقة جاءت ليس ترفا ورغبة في التنظير المثقفاتي بقدر ما هي محاولة للتعبير عن إمكانية فتح آفاق صحيحة لبناء نظام ودولة ديمقراطية في البحرين تحقق تحقق الكثير من التقدم على صعيد تحقيق تطلعات شعب البحرين. ما في شك أن في الدولة الديمقراطية المنشودة مهم أن يكون الحق في هذه الدولة للشعب، وأن يكون الحكم بطريقة ديمقراطية حقيقية لا شكلية، على أن يكون جميع أفراد الشعب أو أبناء الشعب في الدولة متساويين في الحقوق والواجبات، وبالطبع لا يكون الحكم بأي شكل كان للعسكر أو للرجال أو علماء الدين، وإنما تكون طريقة بالانتخاب عن طريق الشعب. إذن ملامح الدولة المدنية أن يفترض كمفهوم أن يتوفر فيها بعض الملامح، أهمها قيام العلاقة بين الدولة بكل مؤسساتها والمواطن على رابطة المواطنة، وعلى عدم التمييز بين المواطنين بسبب الاختلاف في الدين أو اللغة أو الجنس أو الواقع الاجتماعي أو القبلي أو الجغرافي أو المذهبي. أيضا يجب أن تدير المؤسسات أو مؤسسات الدولة، يجب أن تدار مؤسسات الدولة، ومن يباشر السلطة التشريعية والتنفيذية فيها مواطنون منتخبون يخضعون للمساءلة والمحاسبة، وبالتالي لا يمكن أن تدار الدولة من قبل العسكريين أو رجال الدين أو علماء، ولا يعني ذلك بأي شكل من الأشكال استبعاد رجال الدين أو المتدينين أو منعهم من ممارسة حقوقهم كمواطنين، بل أن المقصود ولا حتى معتقداتهم، بل أن المقصود أن لا تجتمع السلطتان السياسية والدينية في قبضة رجل واحد أو هيئة واحدة ودائمة، حتى لا يتحول الشخص أو الهيئة إلى قوة فوق القانون وفوق المحاسبة. الدولة المدنية أو الديمقراطية وسيلة، ليست معتقد، ليست ديانة هي، وليست إيديولوجيا، بل هي وسيلة لإدارة الخلافات السياسية والاجتماعية، وليست موجهة بأي شكل من الأشكال للصراع مع الأديان، وهي بمفاهيمها تمنع تحول السياسة إلى صراع حول العقائد الدينية أو الشرائع السماوية، بل أنها تنظم الصراعات الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحاول أن تضبط الصراع والاختلاف بين الرؤى والأفكار والبرامج بهدف اختيار الأفضل من قبل المواطنين لتطور المجتمع وتحقيق الرفاه في الدولة. لابد أن يكون في الدولة قبول عام بالتعددية، وتوفير وإمكانية طرح الرؤى والأفكار والبرامج التي تهدف لتحقيق الصالح العام،
ولا شك أن الشفافية في طرح مفهوم الدولة المدنية والشفافية في طرح وتناول الشأن السياسي والاجتماعي من قبل المواطنين عموماً سيرفع من مستوى الوعي العام، وبالتالي يكون المجتمع يتكون في المجتمع آلية واضحة للمحاسبة ومحاسبة المخطئ، وأيضا توفر قضاء مستقل للفصل بين المتنازعين في الحقوق وانتصاف من تنتهك حقوقه من أي كان، ضعيف أو قوي، نافذ أو فقير. أيضا مطلوب الالتزام في هذه الدولة المنشودة الالتزام بمبادئ ومواثيق المتعلقة بحماية حقوق المرأة باعتبارها منتج حضاري بشري يعالج مسألة انتهاك حقوق المرأة، ليس عداء في الدين ولا في الاعتقادات أبدا، وإنما تمسكا بالمنتجات أو المنتوجات الحضارية البشرية، ولا أعتقد أنها تتناقض مع الدين بأي شكل كان. فلا أحد يقبل أن يقول من المتدينين أن ذلك الانتهاك يوافق عليه الشرع الإسلامي الحنيف. أيضا موضوع حقوق الإنسان، حقوق الإنسان مبادئ تطورت على مدى مراحل تاريخية وتقدمت فيها، قدمت البشرية تضحيات هائلة لكي تتخلص من انتهاكات حقوق الإنسان. أولا أشادت المبادئ وتطورت حتى السياسة العقابية للدول بمقتضيات المفكرين وحركات الاجتماعية التي كانت تناضل من أجل رفع شأن الإنسان بشكل عام. وليس من المطلوب أن نمر بذات الصراعات التي مرت فيها المجتمعات الأخرى لكي نقبل مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، إذ أننا يجب أن نستفيد ونعتبر من التاريخ ونبدأ من حيث انتهى، ولا مطلوب الرجوع إلى الوراء لنعيد ونكرر التجربة بما فيها من تضحيات وآلام كبيرة. إذن نستطيع أن نقول بأن الدولة المدنية لا تعادي رجال الدين ولا العسكريين، إلا أن تجربة تاريخية لأغلب الشعوب أثبتت أن تولي رجال الدين أو العلماء الأفاضل للحكم أو السلطة والحال أنهم يحملون رسائل الدين ويشرحون للناس كيفية إرضاء الله سبحانه وتعالى، وتكون لهم في هذه الصفة نوع من القداسة الكبيرة في قلوب المؤمنين، ويكون من الصعب أو من الصعوبة بمكان محاسبتهم إذا أخطأوا، وحتى إمكانية مراقبة أعمالهم في حالة نشوء الفساد. فلا يوجد أحد معصوم إذا كان في السلطة ويمارس السلطة فعلية، فبالتالي الآلية الحضارية أنه يجب أن يحاسب ويراقب، وإلا الخطأ منه سيقع حتما. فإذا وقع الخطأ من رجل الدين أو من عالم الدين ولأنه مقدس ولأنه هو الذي يطوع يعني الأفكار، ممكن أن يطوعها لمصلحة نفسه ويستبد السلطة. وسيكون العيب ليس في القائم بالفعل الخاطئ فقط، بل ربما يعطي انطباع بأن ذلك من أخطاء الدين ذاته، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يسلط بشر على بشر في وخاصة في موضوع الفساد وفي موضوع انتهاك الحقوق. العسكريين طبعا المشكلة الخوف دائما من تولي العسكر، يعني نتيجة لتجارب عاشتها البشرية والدول المختلفة. العسكريين بيدهم السلاح والسيطرة،
فإذا استخدموا السلاح استخدموا السلاح وعندهم السيطرة المطلقة، فبالتالي أكيد سنصل إلى حالة من حالات الاستبداد مثل ما حصل في بلدان كثيرة يعني في التاريخ الأوروبي. لكن فيما يتعلق بالدولة المدنية أصبح العديد من رجال الدين المنفتحين على روح العصر يقولون بأن الدين لا يتعارض مع فكرة الدولة المدنية القائمة على العدل والمساواة، وأن الأديان دائما يعني المتدينين المسلمين يقولون بأن الإسلام يعتمد الشورى والعدالة والمساواة وضمان حقوق الأقليات وما إلى ذلك مما ينشده المطالبون بالدولة المدنية. وبالتالي أصبح يعني في اختراق في جزء من بينما كان التفكير السابق التفكير الديني السابق سواء في المسيحية أو في الإسلام أن الدولة المدنية أو الدولة العلمانية أو الدولة الديمقراطية هي شيء من الكفر والإلحاد، وما زال الكثير من رجال الدين أو علماء الدين المتشددين يعتبرون المطالبة بالدولة المدنية أو العلمانية أو الديمقراطية كفر وإلحاد، أو على أقل تقدير إذا مو كافر لكنه يعني يطعن في صحة الدين وفي مقولة صلاحية الدين لكل زمان ومكان. ربما طبعا في بعض خلينا نقول الممارسات اللي قام بها سواء كان من يدعي بأنه من العلمانيين العرب أو من العلمانية في أوروبا ربما ساهموا في تكوين هذا الانطباع اللي خلقه رجال الدين وانتشر في العامة، فأصبح بمجرد أن تقول بأن أنا مع دولة علمانية فتصبح أنت كافر وملحد، وهذا فهم سطحي الحقيقة لمسألة العلمانية أو إلى مسألة الدولة المدنية، أو حتى في السابق كان حتى مفهوم الديمقراطية في نفسه كان يعتبر كفر. ويمكن سمعت الكثير ذكر في 2001 و2002 عندما جاء الانفتاح السياسي أو الانفراج السياسي كثير من القوى كانت تؤكد على أن اسمه وأن حتى الذين وافقوا على يعني الترشح إلى التجربة النيابية كانوا يعني خلينا نقول من باب بعض منهم باب سد الذرائع وأن لا يتمكن يعني المناوئون من كرسي أو كراسي المجلس. ربما ساهم تطرف بعض العلمانيين وبعض المثقفين اللي كتبوا في الموضوع في أن يعمقوا هذا الانطباع لدى العامة الذين يعني ما يتفهمون المعنى أو جوهر الدولة المدنية أو العلمانية أو جوهر النظام الديمقراطي الذي جاء من الغرب. وما يميزون أيضا بين يعني التجارب العلمانية باعتبار أن العلمانية ليست دين ليست نظرية ليست هي منتج بشري انتجت التجربة البشرية بفلاسفة التنوير في أوروبا في القرن السادس عشر وما بعده، وتشكلت هذه النظرة على مدى خلينا نقول 400 سنة إلى أن استقرت في طبعا في مجتمعاتنا كانت هذه هي مصطلحات غربية وهي بضاعة أو منتج استعماري، لأن الاستعمار هاي الدول الأوروبية احتلت المنطقة واستعمرت المنطقة ولنهب الثروات وأذلت الشعوب، فأصبح في حائط صد على أي أفكار إنسانية تقدمية تأتي من أوروبا، لأن هذا الغرب الكافر أو المسيحي أو المعادي للإسلام هو الذي أنتجها. ما
مطلوب تغيير النظرة إلى أن المنطقة الإسلامية والعربية قد تكون في صراع مع الغرب في فترة الاستعمار وكذا أو في فترة الإمبريالية، لكن مش معناها أن كل ما يأتينا أو كل منتج بشري حضاري معناها مرفوض، لأنهم يهدفون إلى ضرب الدين الإسلامي الحنيف. تباينات في البلدان العلمانية والديمقراطية، من المهم أن نتعرف على أن العلمانية الموجودة في فرنسا ليست هي العلمانية الموجودة في ألمانيا، وليست هي كمثيلاتها في بريطانيا والولايات المتحدة. يعني أيضا كلهم يختلفون عن الأنظمة اللي كانت في المعسكر الاشتراكي. الآن مثلا في تجربة دولة علمانية على إسلامية في تركيا، فإذا الدولة المدنية أو العلمانية أو الديمقراطية هي كما قلت ليست دين وليست إيديولوجيا، بل هي وسيلة سلمية لإدارة المجتمعات وحل التناقضات والخلافات، وهي في البلدان خلينا نقول نسميها الديمقراطيات المجتزئة أو الناشئة، هي وسيلة أيضا للنضال من أجل تحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. لا ما في ولا بس ما في شيء يعني انت ما خليت لي شيء اقول. ولذلك انا اقول ان يعني الدولة المدنية كمفهوم هي وسيلة للنضال وليست هي ترف مثقفين، هي وسيلة يعني اعتقد ان الاخوة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي يعني طرحوها بأهداف توعوية وبأهداف تنقل يعني بغية نقل المجتمع إلى مزيد من التفاعل الحضاري، التفكير في المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلد بغية حلها. ومن المهم أن هذا التنظير أو هذا جدال أو تنوير في الفكر من المهم أن يعني يستمر، ومحاولة التعريف بالمبادئ التي نتحدث عنها في الدولة المدنية الديمقراطية، ويجب أن تربط بأوضاع الناس وحقوقهم سواء من قبل أصحاب الرؤية الإسلامية الوسطية الذين يتقبلون مفهوم الدولة المدنية، أو من قبل المنادين بالدولة المدنية الديمقراطية. هذا المفهوم كله مجتمع، كل هاي المفاهيم المؤشرات في الدولة الديمقراطية أو الدولة المدنية الهدف منها هو السعي نحو تحقيق العدالة والمساواة بين البشر وإسعادهم في الحياة الدنيا. أما المسؤولية في الحياة الآخرة فإنها بتقديري مسؤولية فردية، فإن الله لا يحاسب الدول وإنما يحاسب الأفراد يوم القيامة. ومن المهم أن مفهوم الدولة بشكل عام أنها هيئة معنوية ليست حقيقة، هي افتراضية، وسيلة افتراضية اختلقها الإنسان. يعني اللي أبغى أقوله أن هي وسيلة وهي يعني هيئة معنوية، هي مثل الشركة الكبيرة الضخمة هي كذا، وبالتالي احنا الله سبحانه وتعالى بيحاسبنا على افعالنا، ما بيحاسبنا على افعالنا وعلى يعني اداء العبادات وكذا. ولذلك يستغربون بعض المتدينين ان يقال بان انا علماني مسلم، واعتقد ان الكثير من الناس الان من الذين لا يدعون الى اقامة الدولة الدينية هم علمانيين. وكثير من الشواهد التاريخية تدلل على كذا، إلى حد أن الإمام علي عليه السلام يقول
ان انا لو ثنيت يعني بما معناه لو ثنيت للوسادة لحكمت في اهل الانجيل بانجيلهم واهل التوراة بتوراتهم. معناه انه لن يحكم المسيحيين واليهود بمقتضيات الشريعة الإسلامية، وإنما إذن في قبول للتعددية، في قبول لأن يبقى الناس على أديانهم. طبعا لأن الذكر يعني هنا في مقولة الإمام علي يعني يتعلق بالحالة السائدة حينها، يعني ما كان في مثلا البوذيين، ما كان في الكونفوشيوس، ما كان الحالة الموجودة في داخل الجزيرة العربية. ويعني هو كل الهدف شو اسمه، وبالتالي أن الدولة ليست مكلفة بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وإنما المكلفين فيها الأفراد. فأرجو أن يكون ما عرضته أمامكم حافز للبحث والمناقشة، وهو مجرد رأي لا أقصد به إلا تحقيق الصالح العام لوطننا العزيز وتقدمه ورفعة أهله. شكرا.